تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 5 نوفمبر 2019، والبداية اللي ببتدي فيها وبعتذر كل مرة، أنا آسف أساتذتي الأحباء، أرجو إن محدش يفهمني في هذه الخدمة خطأ. أنا مش جاي أقول لحضراتكم شوية أخبار، ولا جاي أخوف حد، ولا جاي أحدد مواعيد معينة. هدفي فقط أذكر نفسي وحضراتكم حقيقي باحتياجنا لحياة اليقظة الروحية في هذه الأيام، ودي مهمة جدا. ليه؟ لأن احنا عايشين في عصر بدأ يظلم قوي من كثرة الخطية وكثرة الاسم اللي بدأ تبرد فيه كمان محبة الكثيرين، وما فضلش فيه نور غير احنا اللي بينعكس علينا نور ربنا، لأن احنا نور العالم زي ما قال لنا المسيح. في العالم اللي أصبح ظلمة لازم نتكلم، لازم نبشر، لازم ننصح، لازم نقول. ما ينفعش العالم يقطع لساننا بالأسلوب اللي بيعمله. محتاجين يكون مصابيحنا مضاءة بالإيمان العامل بالمحبة، بالكلام بالكلام والأعمال. ده المهم، سواء عشان نكون مستعدين لغاية ما يجي ربنا، أو علشان أي حد فينا هيسلم وديعته في أي وقت. ده المهم، عشان العالم ما يغلبناش بالظلمة بتاعته، لكن احنا نغلبه بالنور بتاعنا. ده اللي يهمني ان انا اقدر اقول. اعلان صغير على فكرة، احتمال هيكون في موضوع ان شاء الرب ودبر يوم الحد، لكن مش الحد الجاي اللي هو يوم 10 نوفمبر. احتمال ربنا ودبر، احتمال ان شاء ربنا ودبر يكون يوم الاحد 17 على قناة اليوتيوب. هكون موضوع قرناه قبل كده بس للأسف بيكرروا فيه كتير، فهعمل الرد بشيء من التفصيل. anyway. حبيت أقول الإعلان ده بسرعة شديدة. أهم شيء نجمع زيت في مصابيح، نكون مصابيح مضاءة للمسيح زي 5 عذارة الحكيمات في انتظار العريس. أفضل أن نقول باستمرار عيشوا في حياة الاستعداد، حياة اليقظة الروحية، ترقبوا مجيء الرب، عشان محدش يبقى مشغول والعالم يسرقه. أحسن من يتقال على يا كذاب يا بتاع الإشاعات يا اللي بتخوف يا اللي أخبارك زي وشك ولا الكلام ده كله، وحد يبقى يغلب العالم وما يبقاش مستعد ويندم. ما أعتقدش عمر حد ندم وكان عايش حياة الاستعداد، لكن أعتقد ممكن كتير يندموا لو العالم شغلهم. المسيح قصد يقول لنا علامات كتيرة، حروب، أخبار حروب، زلازل عظيمة في أماكن، زلازل تزيد في العدد والقوة، المجاعات بسبب ال 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 الفيضانات اللي تغرق محاصيل، والتصحر والجفاف اللي بتحصل في أماكن، الأوبئة اللي نسمع عنها في أماكن، أوبئة جديدة نسمع عنها، مخاوف بأشكال مختلفة، التسارع المخاوف دي بدل ما كانت تحصل كل قرن ولا كل 50 ولا كل 20 سنة بقت تحصل كذا مرة في نفس السنة. علامات عظيمة في السماء، علامات في الشمس، في القمر، في النجوم، على الأرض كرب، الناس تبقى خايفة من المصايب اللي بتحصل، أمواج البحر تضج، الكوارث والهيريكينز اللي تفضل شغالة، والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتين بقوة وسحابة ومجد كثير، والدخان اللي يحصل من الحرائق ومن البراكين اللي تتزايد والدم وهكذا. كل ده يحصل قبل يوم الرب العظيم الشهير. طب إيه الحل؟ يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. وبيعجبني جداً إن ده يجي على طول، إن ده اللي هيحصل، لأنه فعلا الزمان اللي احنا عايشينه قبل مجيء الرب، الزمان ده أهم حاجة إن عايزين يمنعوك بأي شكل إن انت تدعو باسم الرب. مش ملاحظين كده؟ اوعى تقول الإسلام غلط، اوعى تقول الشذوذ غلط، اوعى تقول ده غلط أو ده غلط أو ده غلط. شايفين اللي بيحصل قد إيه؟ ليه ربنا قال لنا العلامات كتيرة؟ واحد، عشان ما نخافش. حاضر عزيزي أستاذ باب السلام، لكي لا نرتاع، ما نخافش زي خوف أولاد العالم، لأنه هم ابتدوا يخافوا لأنه منهمش رجاء. عشان كده شايفين حضراتكم حالات الاكتئاب زادت جدا حتى في الغرب، بقى 1 من كل 5 ولا 1 من كل 4 من البالغين في الغرب بياخد أدوية اكتئاب. ده في عصر الحرية والتقدم. أيضا علشان نؤمن في زمن زاد جدا التشكيك، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون، إزاي نشك في الكتاب المقدس والكلام اللي قاله لنا من 2000 وأكتر بيحصل قدام عينينا بدقة، ما ينفعش يكون متألف. أيضا عشان حياة الاستعداد، زي ما يقول لنا في إنجيل لوقا 21:28، وده هدف الخدمة، متى ابتدأت ترفع راسك لفوق لأن خلاصك اقترب. يكتمل إمتى ما عرفش، في شهور، في قرون، الله هو اللي يعرف. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة ولا الأوقات، لكن ربنا قال لنا لما تبتدي حاجات دي تبدأ
انت تحتاج تتكلم وتذكر نفسك والاخرين ان نجاتكم تقترب. هو ده اللي انا بعمله. علامات الاول، النقطه اللي قالها استاذ باب السماء، موضوع عوده العصر الجليدي من العام القادم، هل فعلا هيحصل ويستمر لمده 10 سنين؟ ما اعتقدش عزيزي. في تغير في الطقس، يس، بركانين ثلاثه زياده اقوياء يخربوا العالم اكتر من اللي بتعمله المصانع بتاعه البشر، ولكن ده برضو الانسان شغال زي الفل في التلامس. لكن اخويا الحبيب، انه العصر الجليدي هيحصل؟ لا، مش بالطريقه اللي بيوصفوها. هنسمع هيريكينز زياده، تلاطم امواج البحر غيره، لكن الايس ايج الكامل ما اعتقدش. ده تخيلي، إلا لو حصلت كارثة كبيرة، لأنه الكلام اللي بيتقال في سفر الرؤية معناه إن الشمس هتكون بتحرق أكتر، مش معناه نقعد قاعدين متجمدين. فسفر الرؤية أفهم منه حرائق زيادة، صن بيرن زيادة، مش تجمد، فقد أكون مخطئ. anyway، علامات في السماء، بحث علمي جديد يؤكد أن وجود مياه على كوكب آخر، وده اللي قاعدين نقوله باستمرار، غير كافي ان يكون في حياه. ما بتفضلوش تطلعوا تقولوا لنا ايوه لقينا احتمال كوكب، احتمال يكون عليه شويه ميه، احتمال يكون عليه حياه. لا، ده مش معناها ان انتوا بتقولوه صح. ده من RT Russian Today. وجود ميه مش معناها انه يكون في حياه. طب المريخ عليه ميه ما عليهوش حياه، وجنبنا اهو حدانا بالاوضه اللي جنبنا، المريخ ما فيهوش حياه وعليه ميه وعليه ثلج. سحابة غير طبيعية كهرومغناطيسية تغطي القطب الشمالي، ده من space.com. مرور عطارد أمام الشمس هذا الأسبوع. مذنب آخر يعبر على مقربة شديدة من الأرض في واحد من أقرب الحالات التي كادت تصطدم بالأرض. Near miss. ever seen، ده الوصف اللي بتقوله وكالات الأخبار. طبعا احنا لا سمعنا عن الكلام ده ولا دارينين باللي بيحصل، ولو ما كانش عدى يعني سكيمينج الأرض كده، لو كان فعلا رزع في الأرض وخبط فيها وممكن قارة بالكامل أو جزء من قارة تباد، احنا كده كان يحصل محدش كان واخد باله. كمية النجوم السماء أو الأحجار الفضائية اللي بتتساقط، يوم 29 أكتوبر 54 كرة نارية في يوم واحد، يوم 30 أكتوبر 34 كرة نارية في يوم واحد، يوم 31 أكتوبر 30 كرة نارية، يوم 1 نوفمبر 19 كرة نارية، يوم 3 نوفمبر 22 كرة نارية، ويوم 4 نوفمبر 17 كرة نارية، كل ده أسبوع واحد. الطقس اللي فعلا أمم بحيرة البحر والأمواج تضج وبشدة، صاعقة قوية تركت حفرة في الأرض بعرض 15 قدم ودمرت تدمير امتد 75 قدم في حديقة في تكساس. حرائق كاليفورنيا البشعة المدمرة أصبحت ترى من الفضاء، ده من فوكس نيوز، متصورة من الفضاء. حرائق كاليفورنيا بتواجه 72 ساعة من الرياح الشيطانية اللي حولت الحرائق إلى محارق لا تتوقف. اللي في نفس الوقت زادت فيه تساقط نجوم السماء وعلامات الفضائية، وزادت فيه الكوارث وأمواج البحر اللي تضج والحرائق، أيضا زادت فيه الزلازل. رقم 6 اللي كان نادر جدا في السنة، بصوا بقينا نسمع عنه خلاص داخلين ان هو بيحصل مش مرة، كمان اكتر من مرة في الاسبوع. يوم الثلاث اللي فات 47 زلزال في يوم واحد، يوم الاربعاء 51 زلزال في يوم واحد، منهم 6.5 في الفلبين، وكتير 5 فما فوق. اعرف حد في الفلبين على فكرة، كان لي فترة ما بيروحش كل عدة سنين، راح حصل زلزال 5 واتخض، قال اول مره احس بكلام ده، كانت بتحصل عندنا زلازل بس مش بالقوه دي، وده يؤكد ان فعلا الزلازل بتزيد.
يوم الخميس 40 زلزال، يوم السبت 49 زلزال منهم واحد آخر في نفس الأسبوع أقوى من 6، 6.1 من 10 في جزيرة فيسيكول. يوم الحد 55 زلزال منهم 1.5.7 في الأرجنتين. يوم الاثنين 41 زلزال منهم 2 في نفس اليوم أكبر من 6، 1.6.6 في تونغا، والتاني 6.1 في تشيلي. الأسبوع ده لوحده حصل فيه زلازل من USGS قوية فقط 86 زلزال، منهم 4 زلازل أقوى من 6 ريختر في نفس الأسبوع مش في السنة. تيار من الزلازل قرب هوليستر كاليفورنيا، كل دي أماكن زلازل ما بين صغيرة ومتوسطة وقوية. صدع كبير في كاليفورنيا تحت ضغط بسبب الزلازل الكثيرة اللي بتحصل. العديد من الزلازل تهز كانساس وأوكلاهوما في ليلة واحدة. زلزال اللي حصل في تشيلي اللي هو ب 6.1 من 10 هز العاصمة وسبب خسائر كثيرة في المباني. ده من ABC News. أيضا زلزال الفلبين سبب خسائر. مئات الزلازل تهز أمريكا، ونشاط الزلازل تزايد جدا في قارة أمريكا الشمالية. البراكين أيضا اللي في نفس الوقت زادت جدا مع كل هذه الأمور. يوم 30 أكتوبر نشاط 9 براكين من فولكينو ديسكفري في يوم واحد، بعد ما كنا نسمع عن 3-4 براكين قوية، بصوا كام بركان نشط. يوم 1 نوفمبر نشاط قوي لـ8 براكين، ومعهم براكين تانية كتيرة بس دول 8 قوية. يوم 3 نوفمبر نفس الأمر 8 براكين. ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات يوم 3 نوفمبر من فولكينو ديسكفري، كل دول براكين نشطة في نفس الوقت، اللي لونهم بالأحمر إن إرابشن، اللي لونهم بالأورنج ماينور أكتيفيتي. موت الكائنات الجماعي يوم 17 أكتوبر، عشان تشوفوا بدل ما كنا نسمع عن حالة أو اتنين في السنة أو مفيش، بصوا بينا نسمع عن كم حالة في الأسبوع مش في السنة، زي ما قال لنا سفر هوشع 4 وصفانيا 1 عن موت الكائنات وسمك البحر ينزع وتصير طيور السماء تقع ميتة قبل عقاب يوم الإنسان اللي يتعاقب فيه اليوم اللي ربنا يعاقب فيه الإنسان. يوم 17 أكتوبر موت عشرات من الطيور المغردة سقطت ميتة من السماء في المكسيك. الحادثة دي لما حصلت من 5-6 سنين كانت حاجة كارثة، دلوقتي بينا نسمع عنها شبه كل أسبوع كل أسبوعين مرة. يوم 18 أكتوبر 25 طائر بحري يسقطوا ميتين في ميشيغان أمريكا. في نفس اليوم موت 6 سلاحف بحرية في جزيرة ماركو في فلوريدا. أيضا نفس اليوم موت الكثير من الأسماك وإصابة بعض البشر بحساسية في الصدر في شاطئ نابلس. يوم 20 أكتوبر، كل اللي أنا بقوله ده لسه في 3-4 أيام، هو اللي هنقوله كل أسبوع واحد، موت 3 أطنان. لازم بقينا كل أسبوع نسمع عن موت أسماك بالأطنان من الأسماك في خليج في الهند. ده من The Time of Indo أو The Hindu أنا آسف. كل ده سمك ميت بطول على مرمى البصر على الشط. يوم 21 أكتوبر موت 19 سلحفاة في شاطئ في كوريا. نفس اليوم موت 45 سلحفاة في شاطئ في غواتيمالا. أيضا نفس اليوم موت أكثر من 55 فيل بسبب الجفاف في زيمبابوي. ده من BBC News. كل اللي قلته ده زي ما قلت لحضراتكم أسبوع واحد. قارنوا الكلام ده باللي كان بيحصل في 2007 و2006 وما قبلهم والمعدل. شوف إزاي جدا تضاعف المعدل رغم أن احنا في زمن التطور التقدم مش زمن القديم. يعني المفروض كان يحصل العكس، الحاجات دي تقل، لكن الكتاب قال لنا تزيد وفعلا زادت.
الأوبئة اللي أيضا زادت في نفس الوقت. اكتشاف نوع قاتل من العدوى اللي بتنتقل بالبق لأول مرة في بريطانيا من CNN. فعلا بقينا نسمع كل شوية عن وباء جديد غريب في مكان جديد. بداية انتشار الإيبولا في البهاما، فالبهاماز دلوقتي ابتدت تحصل عندهم كمان حالات الإيبولا مش أفريقيا وبس، والدولة تقوم بتعلن أو تقوم بحالة الطوارئ. ده من ذا ديلي ستار. الشذوذ الجنسي غالبا هو السبب اللي بيتزايد بسببه حالات سرطان الفم جدا هذه الأيام. ده من نيويورك بوست. خضروات تباع في أمريكا وكندا يبدأ سحبها لاحتمالية تلوثها بالليستيريا المعدية. سحب الدواء المعروف البرازولام، ده بس جينيريك، المضاد للقلق لشركة أدوية، لأن بيه مواد غريبة فورين بوديز وأيضا ممكن يسبب عدوى. ده من ABC نيوز. اللي في نفس الوقت برضو زادت جدا التهديد بالحروب زي ما قال الكتاب. غواصة روسية حديثة تختبر إطلاق صواريخ عابرة للقارات لأول مرة. ده من وكالة رويترز. وتهديداتهم لبعض كل ما لها تتزايد. دبلوماسي روسي يقول أن أمريكا ترفض أنها تناقش فكرة أن روسيا والصين ضد تسلح الفضاء، وفي زيادة تصاعد حدة التسلح الفضائي هذه الأيام. ده من سبيس ديلي. عمليات مكثفة للغواصات الروسية في شمال الأطلنطي. حزب الناتو يطالب روسيا بسحب كل قواتها من أوكرانيا. كوريا الشمالية تعلن أنها بدأ يفرغ الصبر بتاعها على أمريكا وبتحذر من تبادل إطلاق النار في أي لحظة. طبعا هم يعملوا حاجات، يكونوا متفقين على الحوار يروح يحصل إن هو يقوم بتجربة نووية ولا إطلاق صواريخ ولا غيره، فيروح يتأجل الحوار فيقولوا إحنا خلاص نفسنا أو صبرنا بيفرغ، يلا ممكن عايزين نضرب. من فوكس نيوز. معرفش ايه الحل في هذا الشاب. كوريا الشمالية تختبر قاعدة اطلاق صواريخ كبيرة يسموها سوبر لارج روكت لونشرز. روسيا ترسل النظام الدفاعي S-400 الى الصرب لتقوم بتدريب عسكري. إيران تحاول أن تهاجم إسرائيل بصواريخ فارسية موجهة guided يعني. روحاني اللي هو رئيس الإيران يعلن أن إيران تبدأ تتوسع في تخصيب اليورانيوم من يوم الأربعاء. إيران ستطلق ثلاث ساتلايت تصنيع محلي في المستقبل القريب. أيضا إيران تعلن أن طائراتها الحديثة اللي بدون طيار دخلت إلى العمل. وزير خارجية إيران يقول أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي تظهر قمة الفشل، يعني مش مستعدين لحوارات السلام. أمريكا ترسل 3000 جندي وقاذفات القنابل B-1 إلى السعودية. إسرائيل تقول في مجلس الأمن أن أردوغان حول تركيا إلى موقع إرهاب. ده من Time of Israel. أمريكا تحذر تركيا أن لا تتوجه للأنظمة الحربية الروسية عشان تتفادى العقوبات الأمريكية الأوروبية. فالموقف كمان بيزداد اشتعال، وروسيا دي أو تركيا تعتبر خائن في وسط
الاتحاد الأوروبي، أو آسف مش الاتحاد الأوروبي، حلف الناتو. فحلف الناتو ضد روسيا، وتركيا اللي خلاص في حلف الناتو مع روسيا. أردوغان يقول إن تركيا وروسيا سيبدأون دوريات حراسة مشتركة في شمال سوريا. شكراً. تركيا تحذر أوروبا أنها ستعيد كل الإرهابيين المواليين لداعش إلى أوروبا. شكراً. دخلت تركيا في حلف الناتو، بصوا بيعملوا إيه، قاعدة تملى أوروبا بالإرهابيين المسلمين، وليس كل المسلمين إرهابيين، في منهم ناس رائعين إخوات لينا، ولكن للأسف أغلب إرهابيين إن لم يكن كل إرهابيين العالم مسلمين. دولة بتدعي إن تركيا قبضت عليهم في معركتها الأخيرة وهترجعهم أوروبا. شكرا. أمريكا والمواليين من دول الخليج يطبقوا عقوبات على إيران وحزب الله. ده من أروز شافا. إسرائيل وبعض الدول يعلنوا أن حزب الله هو منظمة إرهابية. نتنياهو يقول أن قتل رئيس داعش، على فكرة خلاص خبر قتل رئيس داعش فعلا بقي مؤكد، المسلمين حاولوا ينكروا كتير ولكن اتأكد. فيقول نتنياهو هو حجر أساس ويحيي ترامب على ذلك. هل لسه في حد بيشك في قتله؟ غزة تطلق 10 صواريخ على إسرائيل، فإسرائيل كالعادة ترد عليها وتضرب موقع إطلاق الصواريخ في غزة وتترك قتيل واثنين جرحى. رئيس الوزراء في إسرائيل يقول حماس هي التي تلام على صواريخ غزة ونحن نستخدم كل الوسائل لإبقاء إسرائيل آمنة. ده من تايم أوف إسرائيل. حماس تهدد بتفجيرات في تل أبيب. روسيا ومصر يشترك في تدريب دفاع عسكري يشير إلى علاقات صداقة بين مصر وروسيا بتزيد. داعش تعلن كمان عن تعيين زعيم جديد بعد مقتل البغدادي، والزعيم الجديد لداعش اسمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، وده يؤكد ان فعلا زعيم داعش اتقتل، اللي هو كان اسمه ايه ده البغدادي. وكان كلام ترامب صادق فيه، ما كانش بيكذب زي ما حاول كتير يدعوا، منهم مسلمين ومنهم حتى الديمقراطيين في امريكا حاولوا يدعوا ذلك. المجاهدين والمؤيدين لداعش يتجهوا لتأييد القائد الجديد لداعش. إرهابيين مسلمين صوماليين يقسموا بولائهم للرئيس الجديد لداعش اللي هو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. بومبي الأمريكي يقول القتل يستمر في مظاهرات العراق والحكومة يجب أن تستمع لمطالب المتظاهرين. حقيقة اللي بيحصل في العراق حاجة صعبة قوي هذه الأيام، حاجة تحزن وتوجع القلب. أخبار عامة اللي بيحصل حوالينا. السلطات العالمية تواجه مشكلة نقص البروتينات الحيوانية لأن ربع خنازير العالم تم محوها. فللأسف المجاعة مش بس هتحصل في الخضروات بسبب تناقص المياه والأعصير وغيره، ده حتى كمان في المنتجات الحيوانية. اعتراف من ريتشارد دوكنز، حضراتكم عارفينه، ده واحد من أشهر الملحدين كلام، بيقول إن التخلص من الله قد يجعل العالم أقل أخلاقياً، less moral. واو، شكراً على هذا الاعتراف. يعني الأخلاق مصدرها ربنا، تبعده عن ربنا تقل الأخلاق.
زي بالضبط الفيلسوف القائل If God does not exist, everything is permissible. دراسة توضح أن 252 مليون شخص ليس لديهم حتى الآن وسيلة للوصول للكتاب المقدس، طبعا منهم أشخاص في السعودية وغيره لسه ما يقدروش يحصلوا على كتاب مقدس، متخيلين؟ فالتبشير لسه ما وقفش باي زوي. محاولات عبر العالم لاستبدال الدولار الأمريكي بالعملات الإلكترونية، وده طبعا كله إعداد لابن الهلاك. فقاعة تلقب بأم الفقاعات الاقتصادية ممكن تحدث في سنة 2020 وتسبب كارثة اقتصادية لو لم يتحسن البروفيت هذه السنة. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا على مستوى العالم، وحضراتكم شايفين بيحصل ايه. خبر كويس في البداية، حركة الطلبة المسيحيين اللي منتشرة في أمريكا في موضوع الصلاة وتحديهم لكل المتحكمين الملحدين اللي بيحاولون يمنعوهم بتزداد جدا. وهذه الحركة رغم كل محاولات الملحدين بمنعهم بيصلوا في الملاعب الطلبة ووصلت للملايين. أيضا مسؤولين في إدارة ترامب يقترحوا بإنهاء اضطهاد أوباما للجمعيات المسيحية. انتوا عارفين في زمن أوباما بدأوا يمنعوا الجمعيات المسيحية للتبني والفوستر كيدز. دلوقتي إدارة ترامب بتقرر إن هي الموضوع ده هينتهي، والجمعيات المسيحية هيبقى مسموح ليها للأدوبشن أو الفيس بيزد أدوبشن والفوستر كير كمان. الراجل ده يعني طبعا في حاجات بيعملها صح وحاجات بيعملها غلط، ولكن ربنا يقوي كمية المقاومة اللي بيلاقيها وبيحاول على قد ما يقدر يصحح أخطاء كتيرة عملها أوباما ضد المسيحية. تقرير يوضح أن اضطهاد المسيحيين يتزايد جدا، مش بس في الصين وفي الدول العربية، بل أيضا يتزايد جدا جنوب شرق آسيا. عصابات في الهند تهجم على كنيسة أثناء يا رب الصلاة والخدمة وتغلقها، ويقولوا أن المسيحية غير مرحب بها في منطقتهم. تخيلوا ده لو كان حصل مع المسلمين. القبض على قصة أمريكي في الهند ومنعه من الرجوع أمريكا، ليه؟ كان بيعمل إيه؟ كان بيبشر إزاي وإزاي؟ للأسف لا يزال الآلاف المسيحيين في سوريا بيواجهوا السبي والطرد والفناء. ليه العالم واقف؟ الدول الغربية وخاصة أوروبا فتحة باب على مصراعي للاجئين المسلمين. ليه ما بتعملش أي حاجة للمسيحيين؟ هي داعش بتقتل المسلمين ولا بتقتل المسيحيين؟ تركيا اللي تريد أن تعيد الخلافة العثمانية رغم أنها بعد ما أعلنت وقف إطلاق النار، إلا أن تركيا لفت من طريق تاني وبدأت تدعم المجاهدين المسلمين شمال سوريا في الهجوم على القرى المسيحية وإبادتها. إيه رأيكم؟ أنا مش عارف إزاي أن في بعض المسيحيين بيأيدوا اللي اسمه أردوغان ده. شعب كنيسة يقف أمامها لمنع الحكومة الصينية من هدمها، وفي استمرار الحكومة الصينية لهدم الكنائس واضطهادا للمسيحية. سياسية أخرى فنلندية يتم التحقيق معها من قبل الشرطة. ليه؟ عملت كارثة، كانت بتعد قنبلة لا سمح الله لا، كل اللي عملته حطت عدد من الكتاب المقدس على صفحتها فاتهموها بتعبيرات الكراهية على طول، هيت كرايم. ويل للقائلين للخير شر والشر خير، تعبيرات الكتاب المقدس هير كرايم، والتعبيرات اللي أي حد يتكلم على الشذوذ يتقال عنه هوموفوبيا، ويتكلم على الإسلام إسلاموفوبيا دفاعا عنهم. إيه ده؟ الملحدين بيحاربوا وبشد عشان يزيلوا جملة إن جاد وي تراست، ما بيستحملوش أي رمز مسيحي، من على سيارات الشرطة في فلوريدا رغم أنها موضوع من زمن طويل على عربيات الشرطة. سيدة تهاجم عشان تعرفوا ان بقي في ناس كتير دي من بوزيست، انا مش بهرج،
سيدة تهاجم مبشر مسيحي سنه 79 سنة في مترو. ليه؟ لأنه كان بيبشر بالإنجيل وضربته بالحذاء بكعب عالي، عورت له وسببت له جرح قطعي نزف منه. خلي بال حضراتكم، يعني ما تخليش بالك حتى من الناس اللي حواليك، خلي بالك من الشيطان اللي جواهم. مش بهرج، حالات الديمون بوزيشن زادت جدا لأن هم انفتحوا الباب. يعني واحدة زي دي تكون قاعدة في المترو، فواحد يبقى بيبشر فتقوم من الكرسي بتاعها من آخر الدنيا في المترو وتيجي تروح ضربات عوره، ده معناه ان هي فيها شيطان مستحملش. الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا إليه فعلا في الناس اللي بتبعد عن ربنا وفي الميديا اللي بتخدع الناس، تأثير الأفلام والتضليل اللي بتعمله هوليود وغيره. راجل يطعن واحدة ست، ليه؟ لأنه خاف إن هي هتطعمه للزومبي. غسلوا مخ الناس. لعلمكم في ناس بسيطة بتصدق أفلام الخيال اللي بتتم، ده صدق إن في زومبي وفكر إن اللي معاه دي هتطعمه للزومبي فقتلها. غسلوا مخ الناس بالزومبي، وغسلوا مخ الناس بالكائنات الفضائية وبيصدقوا، وغسلوا مخ الناس بالحاجات دي كلها. مئات من الأطباء في شمال أيرلندا يرفضوا القيام بعمليات الإجهاض بعد جعلها قانونية، وبيتحدوا كل محاولات إجبارهم. ربنا يقويهم الناس دول. نشطاء شواذ يحاولوا أن يجعلوا تعدد العلاقات الجنسية في نفس الوقت قانوني. مجدهم فيه خزيان فعلا. آدي اللي وصلنا له. الشخطية ما بتوقفش. وافقولهم على الشذوذ، وافقولهم ان الشواذ يتجوزوا رسميا، ابتدوا يطالبوا بالبيدوفيليا، الشذوذ مع الاطفال والشذوذ مع الحيوانات، ودلوقتي كمان عايزين يعددوا العلاقات الشاذه في نفس الوقت. ما يبقاش مش حتى راجل وامراه او راجل وراجل ولا مراه ومراه، لا ده عايزين يبقى مجموعات مع بعض. ايه رايكم؟ الخطيه مش هتقف. الناس دول كمان يا حرام غلابة مساكين، مش غلابة ومساكين، دول بيحاربوا، دول عايزين ينشروا الخطية زي سدوم وعمورة ما كانوا عايزين ينشروا الخطية بالظبط. أستاذ لايت أوف كرايست، عايزين ينشروا الشذوذ. دول مش حقق دفاعا عن حقوقهم، دول عايزين يفرضوها، دول بيحاربوا المستقيمين. مدربة للسيدات للولادة بتعلم الستات اللي هي بياخدوا تريننج دايما قبل ما يولدوا، تعنف بعد ما نشطاء ملحدين غضبوا جدا ازاي وازاي تحط لوحة قايلة عليها ان السيدات هي بس اللي بتولد. معرفش حدانا في البلد هي الستات اللي بتخلف. الناس دول معترضين، انا مش فاهم معترضين على ايه. حد سمع عن حاجة تانية بتخلف غير الستات في البشر؟ ليه؟ لأن دلوقتي بقى الشواذ ست تتحول لراجل ويقول إنه هو راجل ويخلف وتكون حامل، فمش عايزين يتقال إن السيدات هي اللي تنجب. مش عارف أقول إيه، إيه اللي إحنا فيه، إيه القرف ده؟ مجلة جي كيو تقوم بدعاية ما تسميه العضلات الجديدة، تشجيع لتحول الرجال للنساء. عادي إن أنت تبقى واحدة ست وعندك عضلات، آدي اللي بيعملوه. وده يظهر فعلا، والمجلة تقول ده بوضوح، أن هناك حرب. المستقيمين ما أعلنوش الحرب على الشواذ، الشواذ هم من الذين أعلنوا الحرب على المستقيمين. صورة، أنا آسف على الخبر المسيء ده، تظهر عرض قصة دراج كوين للشواذ، بتقوم وهي لابسة ملابس خليعة وتظهر حاجات غير لائقة أمام الأطفال في مكتبة عامة. آدي اللي بيعملوه للأطفال. إزاي يسمحوا لهؤلاء الشياطين الشواذ يقوموا بالحاجات دي قدام الأطفال؟ إزاي؟ على فكرة الشيطان مستهدف جدا الأطفال، خلي بالكم، ده هدفهم. مش هيجي يحاول يحاربك أنت وأنت خلاص في هذا السن بالأفكار الشيطانية دي، هيحاول يحارب الأطفال. وكالات إعلام تقول أن الميديا الغربية، ده مش كلامنا، ده من راشن توداي، بتقول أن الميديا الغربية مستمرة في محاولة إغراء الأطفال بالشذوذ الجنسي بأي شكل، وبيحذروا بيقولوا هذا منحدر خطير يجب إيقافه.
الكلام ده مش كلام مجلة مسيحية، الكلام ده من ار تي، slippery slope into degenerate media kept sexualizing children and it must stop. محاولات الميديا لتجعل الأطفال شواذ دي حاجة قذرة. هذا اللي بيحصل، فخلي بالكم، وده هدف الشيطان. عشان كده صغار النفوس مسؤولية. الأطفال الصغيرين، قرايبك، في أسرتك، في مدارس الأحد اللي عندك، مسؤولية على فكرة منك. عليك دور، دي ضرورة موضوع عليك. محتاجين نكون نور ليهم قدام العالم اللي بقي مظلم. الطفل الصغير غصب عنه هيفضل يشوف في التلفزيون ويشوف الحاجات دي في التلفزيون، وفي بعض المدارس في العالم الغربي هيروح يسمعه. طب انت دورك ايه؟ مش هتسمعه حتى الرأي الآخر؟ مش حاول تحافظ عليه؟ محتاجين نصلي ونمتلئ من روح الله القدوس ونبقى مصابيح مضاءة ونتكلم انتظارا للعريس، بالصلاة بالصوم والخدمة، ودلوقتي من أهم الأوقات للخدمة، بتنقيط القلب، ونتكلم عن تنقيط القلب. ربنا يبارك حضراتكم، بس الوقت فعلا قصير جدا. يا ترى احنا كل واحد فينا ايه الدور اللي بيقوم بيه؟ ما تخليش خطيئة مسيطرة عليك، ما فيش وقت، لأن الظلام بيزيد زيادة. ممكن نبقى للأسف زي خمس عذارى جاهلات اللي ما استعدناش كفاية لما يجي العريس. ربنا قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل، عشان ما يحصل ما نخافش، زي ما قال لنا معلمنا بطرس: أما خوفوهم فلا تخافوه. وعلشان نؤمن في زمن زاد جدا جدا فيه التشكيك في كل كلمة من كلام ربنا، فربنا ادانا حاجات نوين هي تشهد على روعة هذا الكتاب، انه نوي يكون مكتوب إلا بوحي من روح الله القدوس. وعشان كمان نستعد متى ابتدأت نرفع راسنا، لأن العالم عارف ربنا هيكون في الزمان ده بيتفنن. أشكرك عزيز أستاذ درمنش، ربنا يبارك. عارف إن العالم هيكون بيتفنن إزاي يشغل وقتك. قارن ما بينك وما بين جدك. بتكلم بجد مش بهرج. جدك الوقت ما كانش بيضيع بالمنظر ده، لا قصاد التلفزيون ولا قصاد السلفون ولا قصاد صفحة الفيسبوك. يا ترى أنت قصاد الوقت اللي بيضيع ده كله بتقضي منه قد إيه قدام ربنا الاستعدادا لحياتك الأبدية؟ عريسنا قرب، وخلي بالكم الشيطان حاسس وعارف ان ليه زمان يسير. استعدوا، ما نعرفش مين يسلم وديعته في اي وقت. ربنا يديكم جميعا يا رب طولة العمر والصحة. المسيح اقترب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى يا رب يسوع. ربنا يبارك حضراتكم.